راح نسوي وحدة أرفف عالية. أول شيء نجهز القوائم، وبعدين الأضلع، بعدين نستخدم التمبليت على أساس يعطينا الشكل بالضبط. طبعا التمبليت راح نستخدمه مع الراوتر على أساس يعطينا نسخة طبق الأصل حق التمبليت. بعدين نستخدم الراوتر نسوي كيرف حق الأضلع حق القوائم مع الساندر. هني سويت معدة خاصة على أساس أقدر أسوي تنانس. طبعا عملية هني تبين لكم شلون الطريقة. وبعدين نستخدم الراوتر على أساس نسوي المورتس. راح أجيب قطعة خشبة 30 سنتي تقريبا وأسوي له كيرف عن طريق الراوتر، لو نص دائرة مثل ما أنتم شايفين. بعدين نثبت داخل الكيرف ورق صنفرة وأبدي عملية صنفرة للقائم على أساس يعطيني نفس المستوى. بعدين نثبت الأضلع الطويلة بالقائم ونتأكد من الزاوية مالتهم 90 درجة. بعدين لان عندي الارفف عريضة فانجبر ان احط قطعة زايدة واسوي لهم جوينت. وبعدين ننظف الرف، وبعدين نصنفر الرف. هني عملية عمل البسكوت اللي راح نثبته بالرف مع الأضلع. هني العملية تثبيت البسكوت بالأرفف وتثبيت الأضلع بالرف، طبعا مع الملزمة. بعدين نبدأ عملية تثبيت الأرفف وتركيب القائم. هني عملية المعجون، ما أخذ أنا معجون سنديان وأسكر الفتحات، وبعدين عن طريق الدمر أصنفر المعجون الزايد. راح نبي عملية الصنفرة، صنفرة الأرفف والقوائم والأضلع، وراح يطلع عندنا الشكل هذا. بعدين راح نبدأ عملية الصبغ حسب طلب الزبون طبعا. فهني أنا أحبذ إني أصبغ بالسفنج، بعد ما نخلص من عملية الصبغ كلها نجيب قطعة قماش قطني ونفرك الصبغ اللي صبغناه، طبعا على حسب درجة الصبغ اللي تبيه انت، فاتح
تمسح بسرعة، بس تصبغ بعد دقيقتين تمسح. تبي أغمج تخليه 5 دقايق. هذا هو الشكل النهائي. المرحلة النهائية راح نستخدم الطبقة النهائية الواقية من مادة بولي أكريليك.